بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما هو الفتح الذي ضمن بقاء الشام آمنا؟ وما هي البلد التي اعتبر عمر رضي الله عنه أنها تعدل الخلافة؟ ومن أولئك الأربعة الذين أرسلهم في جيش واعتبر أنهم 4000؟ وكيف ومتى خرج المسلمون لأول مرة من قارة آسيا؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. بعد انتهاء المسلمين من فتح الشام بعد معركة اليرموك وفتح دمشق، بدأ المسلمون ينتشرون لتطهير الشام من بقية القوات والفلول الرومية. عند هذا نبتت عند عمرو بن العاص رضي الله عنه فكرة فتح مصر. وعمرو بن العاص كان فيما قبل ذلك تاجرا، وكانت له زيارات إلى مصر، وبعض الروايات تحكي عن أنه كانت له علاقات مع بعض يعني وجوه القوم في مصر. طلب من سيدنا عمر بن الخطاب أن يأذن له بفتح مصر وأن يوجه معه جيشا. سيدنا عمر فيما يبدو لم يكن موافقا على هذه الفكرة، يعني يبدو أنه لا يريد أن يفتح جبهة جديدة ومصر بلاد واسعة، خصوصا وأنه مصر هي مدخل لقارة إفريقيا، يعني مدخل لبلاد المغرب ومدخل لبلاد الأفارقة، وهي أرض واسعة، وهي معروفة بأنها مخزن غلال الإمبراطورية الرومانية، ويتوقع أن الروم يدافعونها عنها دفاعا مريرا، لأنها أحد الأعمدة الاقتصادية للإمبراطورية البيزنطية. على كل حال، نستطيع أن نقول إن سيدنا عمرو بن العاص استطاع إقناع سيدنا عمر بن الخطاب وأذن له أن يتحرك بفتحها، ويبدو أن سيدنا عمرو بن العاص هون عليه من شأن مصر، فلم يصطحب معه إلا جيشا بسيطا من 3500 جندي فقط. فلأجل هذا حاول سيدنا عمر أن يرده عنها، يعني هذا العدد القليل، فتح هذه البلاد الواسعة، لكن كأنه كان يجري سباق بين عقل سيدنا عمر وعقل سيدنا عمرو بن العاص، فكان سيدنا عمرو أسرع حركة واستبق أمر سيدنا عمر له بالرجوع، وكان قد دخل بالفعل إلى مصر. إذا نظرنا إلى الإمبراطورية الرومانية فسنجد أنها كانت تستولي تماما، يعني شرق البحر المتوسط كان كله بحيرة للإمبراطورية البيزنطية. الآن انتزعت الشام من مصر، من الإمبراطورية الرومانية، وبقيت مصر. سيدنا عمرو بن العاص كان تفكيره أنه يستطيع أن يفتح مصر لثلاثة أمور. الأمر الأول لكي يؤمن الشام حتى لا تسلك المراكب من القسطنطينية إلى الإسكندرية. الإسكندرية كانت عاصمة مصر في ذلك الوقت، فتبدأ بإرسال الأمداد والجنود لمحاولة استعادة الشام مرة أخرى، فكان هناك خطر أمني على الشام لابد من تأمينه من جهة مصر. الأمر الثاني هو أن مصر يعني مخزن مال ورجال، كانت سلت غلال الإمبراطورية الرومانية، فهذه الوفرة الاقتصادية إما أن تكون تابعة للمسلمين وقوة تضاف إلى المسلمين، وإما أن يستغلها الروم فتكون قوة اقتصادية تمد جيوش الروم ورجال الروم بالأجناد، فكانت السيطرة عليها فيها المطلب الاقتصادي والمطلب الأمني معا. الحاجة الثالثة أن الشعب، شعب مصر اللي هم القبط، كلمة القبط تطلق على كل الشعب المصري، كانوا مضطهدين تحت حكم الدولة الرومانية، كانت الدولة الرومانية تضطهدهم وتحاول أن تحملهم على مذهبها في المسيحية، وفيما قبل فترة الحكم الإسلامي كانت لهم مذابح واضطهادات واسعة وأساليب بشعة في التعذيب، وحتى الأقباط المصريين إلى الآن لهم تقويم يسمونه تقويم الشهداء، والشهداء هم الذين سقطوا تحت التعذيب أو بالقتل أو بالحرق أو بالإغراق في فترة مقاومتهم لفرض الإمبراطورية البيزنطية مذهبها عليه. فهو كان يتوقع أن يجد مددا، يعني أقصد سيدنا عمر كان يتوقع أن يجد مددا من الشعب المصري لمقاومة السلطة الرومانية. كانت أول المعارك، أو لنقول أيضا لكي تتضح الصورة، العاصمة كانت الإسكندرية، لكن الإمبراطورية البيزنطية كان لها
مركز قوة وحكم ومركز حربي متقدم هو حصن بابليون. حصن بابليون الآن في مصر هو كنيسة ماري جرجس القريبة من مسجد عمرو بن العاص. هذا كان الحصن الرئيسي الذي تتحصن فيه القوات الرومانية والتي من خلاله تسيطر على الدلتا وتسيطر على الوادي. فسيدنا عمرو بن العاص لم يواجه قبل حصن بابليون إلا معركتين. المعركة الأولى كانت في الفرمة، هو ميناء معروف حتى الآن معروف، والمعركة الثانية كانت في بلبيس في الشرقية. حاصر الفرمة شهرا حتى اقتحمها، وثم ذهب إلى بلبيس في الشرقية، وكان فيها أرطبون الروم الذي ذكرنا أنه كانت بينه وبين عمرو بن العاص واقعة في بيت المقدس. فأرطبون الروم لما حصل مؤتمر الجابية انفلت من بيت المقدس وذهب إلى مصر. سيدنا عمرو بن العاص بمجرد أن وصل إلى حصن بابليون وجده حصنا شاهقا مشحونا بعشرين ألف من القوات الرومانية، فأيقن أن العدد الذي معه لا يمكن أن يتم له به الفتح، فأرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب أنه يريد مددا 12,000 من المسلمين. لكن سيدنا عمر أرسل إليه 8,000 فقط ومعهم 4 رجال، وقال هؤلاء 8,000 و4 كل واحد منهم بألف، فمعك 12,000 رجل. الحقيقة أنه من الشرف أن يرسل سيدنا عمر بن الخطاب 4 رجال ويقول إن كل واحد منهم بألف. هؤلاء الأربعة هم سيدنا الزبير بن العوام حواري رسول الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة، سيدنا المقداد بن عمرو، سيدنا عبادة بن الصامت، وسيدنا مسلمة بن مخلد الأنصار. هؤلاء الأربعة رجال كانوا كـ4,000، و بقي مع المسلمين 4,000 التي كانت مع سيدنا عمرو بن العاص، ثم 8,000 التي أرسلها سيدنا عمر، فهي بحسبة العدد 12,000 مقاتل. يبدو أن الروم كانوا يعني يتهيبوا لقاء الجيش الإسلامي وكانوا متحصنين بموقعهم في حصن بابليون. فإلى أن جاء المدد كان سيدنا عمرو بن العاص يشن الغارات ويفتح المدن التي حول هذه المناطق. يعني هو دخل إلى قرية تسمى أم دنين. أم دنين دي الآن يعني بين الأزبكية وباب الحديد الآن تقريبا. ثم صار يشن فتوحات في قرى وبلدات في محافظات بني سويف وفي محافظة الجيزة، يريد أن يستثير هؤلاء الروم المتحصنين ليقاتلوه، ومن ناحية أخرى يريد أن يثير عليهم أيضا البلاد، لأنه بدأ الأقباط يعني الأقباط المضطهدون بدأوا ينتعشون ويشعرون أن ثمة قوم محررين جاءوا لمساعدتهم. وبالفعل سيدنا عمرو بن العاص منذ البداية وهو يجد مساعدات من الأقباط. وفي ذلك الوقت كان البطريرك القبطي يعني الباب القبطي، وكان اسمه بنيامين، هاربا في الجبال. وفي ذلك الوقت انتشرت الأديرة الموجودة في أقاصي الجبال لهروب الأقباط من محاولات الإمبراطورية الرومانية فرض مذهبها عليهم. إلى أن وصل المدد فجرت المعركة الرئيسية في عين شمس، أو هي أقرب الآن إلى منطقة العباسية إلى الشرق منها. هذه المعركة الرئيسية كان 12,000 من المسلمين في مواجهة 20,000 من الروم الذين كانت تحصيناتهم في حصن بابليون. نزلوا من الحصن لكي يقضوا على هذا الجيش بعدما بدأ لهم أن الأمر صار بعيدا وأن الإمدادات انقطعت من القسطنطينية، وبدأ أن الجيش الإسلامي لو ترك بغير قتال فإنه سيتمدد ويصير هم المحصورين داخل حصن بابليون. استخدم سيدنا عمرو بن العاص، وهو طبعا من دهات العرب ومن المشهورين في الحروب، استخدم يعني وضع كمينين للقوات الرومانية. فلما بدأ الهجوم الشديد في اللحظة المناسبة تدخل الكمينان، فيعني صار الجيش الروماني فيما يشبه التطويق.
ومن يقرؤون في العلوم العسكرية يعرفون أن أخطر شيء على الجندي هو الهجوم من الجنب أو من الخلف. فالمهم أن خطة سيدنا عمر نجح، عمرو بن العاص نجحت بكفاءة، ولم يستطع أن يهرب من 20,000 إلا 300 فارس فقط، وصلوا إلى الحصن وتحصنوا فيه مرة أخرى. ظل الحصار مضروبا حول حصن بابليون لا يستطيع المسلمون أن يتجاوزوه لمدة 7 أشهر. في هذه 7 أشهر يشنون طبعا غارات، ولكن لا يزال الحصن قائما ويعتبر مركز عسكري وقاعدة متقدمة لا يمكنهم أن يتركوه خلفهم، خصوصا وأنه متصل بالنيل، ولا يدري المسلمون حتى الآن كيف يمكن أن تمد الإمبراطورية البيزنطية هؤلاء بالجنود. لكن بعد 7 أشهر وصل خبر إلى المسلمين بأن الإمبراطور الروماني هرقل قد مات، فكان هذا مما أعلى من معنويات المسلمين وخفض من معنويات المحاصرين، وصنع المسلمون سلما خشبيا طويلا ونصبوه فوق الحصن، تحينوا لحظة غفلة ونصبوه فوق الحصن، وكان الذي قام بتسلقه أول مرة فيما يشبه الآن العمليات الاستشهادية هو سيدنا الزبير بن العوام، تسلقه ثم انكب عليه المسلمون حتى ابتدروه، وفي هذه اللحظة فتح الحصن. لما جرى التنبه، ويقال أحيانا قبلها بأيام وليالي، استطاع المقوقس أن ينسحب في مركب من الحصن ويهرب من المسلمين، فبالتالي تم فتح الحصن وبدأت تتجه القوات الإسلامية إلى العاصمة المصرية التي كانت الإسكندرية. الإسكندرية هي العاصمة المصرية القوية المحصنة، لم يستطع عمرو بن العاص اقتحامها، صدته الأسوار عنها، فبدأ في شن الغارات والحروب مع البقاء على حصارها، حتى وصل إلى دمياط ورجع إلى الفيوم ورجع إلى حصن بابليون. نستطيع أن نقول أن الحركة الإسلامية انتشرت في كل الوجه البحري لمصر، ومع الإبقاء على حصار الإسكندرية. مع وفاة هرقل قرر المقوقس أن يتصالح مع المسلمين على أداء الجزية، وقرر هذا القرار بعيدا عن أهل المدينة أو القوات المرابطة في المدينة الذين فوجئوا بأن المسلمين يستعدون لدخول المدينة، ثم عرفوا فيما بعد أنه بالفعل وقع اتفاقا معهم وقال لهم إن أفضل ما تفعلونه مع هؤلاء أن يأمن المرء على نفسه وماله ودينه بجزية يؤديها وليست مفروضة على النساء والصبيان. فتم هنا استسلام الإسكندرية وتوقيع الصلح، ودخلت مصر في حيز الدولة الإسلامية. ومن الإسكندرية اتجه عمرو بن العاص إلى برقة. برقة الآن في ليبيا، لكنها في ذلك الوقت كانت تابعة لمصر بحسب التقسيم الإداري البيزنطي، ففتحت برقة أيضا بعد 2 من فتح مصر. أما الصعيد فهذا قد فتح في عصر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. في البداية أرسل سيدنا عمرو بن العاص فرقة بقيادة عقبة بن عامر لفتح الصعيد، وصلت إلى أهل النوبة، صالحت هذه المناطق، وصلت إلى أهل النوبة، لكنها فوجئت بمقاومة شديدة، ثم أعيدت الكرة مرة أخرى في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وكان والي مصر في ذلك الوقت هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. وبالفعل وصلوا إلى أهل دنجلة كما تقال في السودان الآن، ووقعوا معهم اتفاقية وكانت من خير الاتفاقيات، وكان أهل دنجلة حسنوا الاستقبال للإسلام، وبهذا تكون قد دخلت مصر في الدولة الإسلامية. وصدق فيها قول سيدنا عمر بن الخطاب لعمر بن العاص: إنما أوليك مصر، أتدري ما مصر؟ إنها ولاية جامعة تعدل الخلافة. مما يشبه أن يكون قاعدة في التاريخ هو ارتباط مصير مصر بالشام، وفي اللحظة التي تكون فيها مصر والشام قطعة واحدة، تكون هذه من لحظات تفوق الأمة. اللحظات التي تنفصل فيها مصر عن الشام تكون هذه من لحظات ضعف الأمة كذلك. ولم يوجد حاكم في مصر إلا ومد نفوذه إلى الشام، ولم يوجد حاكم في الشام إلا ومد نفوذه إلى مصر، لما بين مصر والشام من ترابط، فهما كجناحي الطائر، وهما كالحماية المتقدمة
قلب العالم الإسلامي في مكة والمدينة. والحقيقة الحروب الصليبية بعدما انتهت كلفت الكنيسة البابوية مؤرخا إيطاليا اسمه مارينو ساوندو تورسيلو بكتابة تاريخ للحروب الصليبية، فكان من الخلاصات التي قدمها للكنيسة أنه إذا أراد الغرب أن يهاجم الشرق مرة أخرى فعليه أن يبدأ بمصر ومنها ينطلق إلى الشام، لأنه لما بدأ بالشام في الحروب الصليبية كانت مصر مخزنا للمال والرجال يستطيع دائما إمداد الشام. وفي اللحظة التي توحد فيها الشام ومصر في عهد نور الدين وصلاح الدين كان إخراج الصليبيين مسألة وقت، واستمعت أوروبا للنصيحة وبدأ نابليون بالهجوم على مصر ثم الشام، وبدأ الإنجليز بالهجوم ثم الشام، ومن مصر انطلقت حملة الإنجليز لاحتلال القدس في الحرب العالمية الأولى. فعلى كل مسلم أن يهتم بمصير مصر والشام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.